ايه اكتر حاجه بتسعد احمد زاهر الزوج؟ اكتر حاجه بتسعد احمد الزوج الهدوء في البيت، المواعيد والالتزام بالمواعيد والاكل الحلو. بتختاروا لبعض لبسكم ولا لا؟ اكيد. بتختاروا لبعض لبسكم ولا كل واحده بتمشي بذوقها؟ كل واحده ليها ذوقها، بس افرنتلي دايما باخد رايها وهي بتاخد رايي، بالذات انا لان انا بحس ان محتاجه دايما اراء ناس كتير، وليلى رايها حلوه قوي بس باخد رايها. نفسك جوزك يبقى زي بابا؟ مش نفسي اتجوز اصلا. اول يوم ليلى ملك الاول راحت المدرسه، وليلى السنه اللي بعدها كان يوم جميل جدا جدا، وكنت رايح موديهم وحاسس ان هم هيعيطوا ومش عايزين يكملوا بقى وما يسيبوناش وبتاع. ملك لقيتها دخلت على طول الكلاس وقعدت تطبطب على بقيه العيال، وفجاه حسيت انها ام داخله للعيال وبتاع، فاطمنت يعني. ليلى كانت شقيه شويه بس برضه اندمجت على طول، يعني اول ما دخلت الكلاس لقيتها اندمجت مع الاطفال وقعدوا يلعبوا ويهزروا وبتاع، فكان يوم لطيف الحمد لله. ايه اكتر اكله بتحبوا تاكلوها من ايد ماما؟ فتت مكدوس. فتت المكدوس ومكرونه وشوالي. نصيحة لليلى وملك؟ إياكم والغرور. نصيحة دي أهم نصيحة ممكن أقولها لبناتي، إياكم والغرور، عشان ربنا دايما يعلي من شأنكم إن شاء الله. إيه أخبار بقى الغيرة عليه؟ يعني أنت بتغيري عليه ولا؟ آه طبعا بغير عليه، بس إحنا بقالنا يعني إحنا بقالنا تقريبا 20 سنة متجوزين، والشهر ده عيد جوازنا كمان، فكده بقينا 21 سنة متجوزين. تعلمت انه هو اللي بيخليني اثق فيه.